يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يرد عن بعض الأئمة الكبار أقوال فيها أو ظاهرها التأويل، كما هو مذكور في البداية والنهاية في سيرة الإمام أحمد أنه سئل عن قوله تعالى: وجاء ربك، فقال: جاء ثوابه وعقابه. فقال البيهقي بعد هذا: وهذا إسناد لا غبار عليه، فكيف يقال عن هذا؟ جاء ذاته وجاء ثوابه وعقابه، كلا الأمرين، تارة فسرها بهذا وتارة فسرها بهذا. جاء بذاته سبحانه وجاء أيضا عقابه للكافرين وثوابه للمؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح مع أن الرواية ذي يقولون من رواية إسحاق، من رواية حنبل، من رواية حنبل بن إسحاق، ورواية حنبل ما هي بقوية. نعم، يعني ضعفوها. نعم.